ننتقل إلى المؤشرات. نبدأ بالمؤشر الأول وهو الوقت المستغرق لمضاعفة إجمالي الحالات. أكدت المعايير الدولية على أهمية عدم تضاعف أعداد الحالات القائمة خلال مدة تستغرق أقل من أسبوعين، حيث أنه عندما تكون المدة أقل من ذلك فإن ذلك يعد أمراً سلبياً، ويعني انتشار فيروس كورونا أسرع من المتوسط الطبيعي وهو أسبوعين كما أوضحنا. مدة الوقت المستغرق لمضاعفة الحالات بين المواطنين خلال الشهرين الماضيين تراوحت بين 27 يوم إلى 11 يوم. على سبيل المثال، في تاريخ 13 يونيو بلغ الوقت المستغرق لتضاعف الحالات 11 يوم فقط، وهذا يعكس انتشار متسارع للفيروس بين المواطنين، ويعزى ذلك إلى عدم التقيد بالتدابير الوقائية والإرشادات الموضوعة لحفظ سلامة الجميع. ننتقل معكم إلى المؤشر الثاني وهو نسبة الحالات القائمة الجديدة مقابل الحالات المتعافية. يتم النظر أيضاً في عدد حالات التعافي مقارنة بعدد الحالات القائمة الجديدة، حيث أن من الممكن أن تكون بدرجة 1:1. أما في حالة تزايد أعداد الحالات القائمة بالنسبة للحالات المتعافية وتجاوزها لعدد 1:1، فإن ذلك يعكس الانتشار الأوسع أيضاً للفيروس. في الأسبوع الماضي والأسابيع الماضية تراوحت نسبة الحالات القائمة بالنسبة للحالات المتعافية ما بين 0.8 إلى 1.6%، وبناء على ذلك ينصح بالالتزام والحيطة والحذر واتباع جميع الإجراءات الوقائية للتصدي لهذا الفيروس والتغلب عليه في أسرع مدة ممكنة. ننتقل إلى المؤشر الثالث وهو معدل النتائج الإيجابية من إجمالي عدد الفحوصات اليومية. أحد المعايير الأساسية هي نسبة النتائج الإيجابية، أي الحالات القائمة من إجمالي عدد الفحوصات، حيث يجب ألا تتجاوز نسبة الفحوصات الإيجابية أكثر من 5% من العدد الكلي للفحوصات. الأسابيع الماضية تراوحت نسبة الفحوصات الإيجابية من العدد الكلي في مملكة البحرين ما بين 5.7% إلى 9%. يدل هذا المؤشر على ثبات في الانتشار، ويذكرنا بمسؤوليتنا الفردية وأهمية الالتزام الكامل بالتعليمات، وذلك لنتمكن من التصدي للفيروس والحد من انتشاره.